معانا الدكتور احمد علام استشاري العلاقات الاسريه. اهلا بيك يا دكتور احمد. اهلا بحضرتك استاذه ساره. واهلا استاذه فرح، ويعني تحياتي لحضراتكم وبرنامجكم المتميز. شكرا لذوق حضرتك جدا دكتور احمد. دكتور احمد، احنا في الاول كنا عايزين نعرف راي حضرتك في خطوره مشاهد زي كده في فيلم كرتون، فيلم الاطفال، يعني فيلم طول النهار طفل هيقعد بيتفرج عليه لان هو شايف يعني شخصيات متحركه، فانت عمرك ما تقدر تقنعهم ان هم ما يتفرجوش عليه. طبعا هو احنا كنا طول الوقت في منقى عن حاجه زي كده، لان هي كانت دايما بتتعامل مع الكبار، او دايما الحرب بتبقى موجوده مع الكبار ان هم يعترفوا بمثل هذه الامور وهي المثليه الجنسيه. لكن دلوقتي ابتدى يتفضل للاطفال منذ الصغر، زي ما تفضل يعني الاخ كان في المداخله بيتكلم على ان احنا هنغرس دوت في المنتاليتي بتاعت الاطفال من هم صغيرين. هيبدا يتربى على ان دوت الشيء الطبيعي اللي هو ما يرفضوش لما يكبر. هيبقى عندهم بقى حته ان هم ايه، ما يواجهوش مشاكل ان هم في ناس بترفض وناس بتقبل. حتى في المجتمع الغربي في ناس بتقبل هذه الامور وناس بترفضها. فبالتالي لا، ده هو بقى عايز يعممها على العالم كله ان احنا نبقى كلنا متقبلين على الوطن العربي كمان. نعم، على الوطن العربي كمان ان هو على الوطن العربي. هو كده بيكلم بقى العالم، بيكلم العالم بصفه عامه، سواء كان العالم الغربي او العالم العربي، ان هو بيغرس دوت في نفوس الاطفال منذ الصغر. طبعا اللي احنا شايفينه دلوقتي ان هو اكيد الفيلم اللي جاي ده اكيد مش هيجي، واكيد مش هيدخل، واكيد هيتمنع، يعني أكيد. ده الوضع طبيعي، ولكن احنا عايزين ناخد خطوات استباقيه للي جاي. يعني خد بالك يا دكتور انه الحاجات دي هتبقى موجوده على الانترنت، ويعني طبعا هي دي حاجات احنا مش هنقدر بقى، يعني لازم يكون ليها طرق تانية ان احنا ازاي نعرف نخليهم نحجب عنهم الحاجات اللي من النوع ده. بس يعني ايه هي المخاطر التانية اللي ممكن تؤذي او يعني تاذي الطفل وهو بيتفرج على فيلم كرتون بيدعم المثليه الجنسيه؟ اكتر حاجه طبعا ان هو ممكن يتشبه بمثل هذه الامور، ممكن يقلدها، وممكن يقتنع بهذه الافكار، ويخترع بقى ان الحريه الشخصيه مباحه في اي شيء. دي اهم حاجه ممكن ان هو يتعرض ليها، ودي اخطر حاجه. احنا ما بنتكلم يعني ما بنتكلمش ان احنا بنقول ان في واحد ممكن يبقى مصاب بالعزله او الانطوائيه، او ان هو ممكن يبقى عدواني. ده الكلام ده كنا بنقوله قبل كده في بعض المشاهد اللي تحتوي يعني امور تؤدي لذلك. احنا دلوقتي بنتكلم على حاجه اخطر بكتير جدا طبعا. ان هو يؤمن بان الشذوذ والمثليه والشيء دوت ده شيء طبيعي في المجتمعات، وان هو ممكن يمارسه او ممكن يتقبل فكره ان الناس تبقى قاعده طبيعيه جدا وبتمارس هذا الامر. فعشان كده احنا بنتكلم ان احنا هنا في دور للاهل بقى، في دور الاهل اللي احنا بنفتقده طول الوقت وبنكلمهم عليه. يا جماعه انت لازم تبقى عارف ابنك بيتفرج على ايه وبنتك بتتفرج على ايه، ما تسيبهمش طول الوقت عرضه ان هم يشوفوا اي حاجه كده مباحه. لازم كمان يحصل كلام معاهم في مثل هذه الامور، بحيث ان انا افتح مداركهم ان هذا الامر هو امر سيء وامر ما يصلحش. يعني ممكن على حسب بقى كل سن يتقبل هذا الامر او هذا الفهم ازاي. يعني دكتور احمد، أنا حضرتك شايف انه انا عادي اذا انا اتكلمت مع طفلي في امر زي كده، فهمته بالتفاصيل، ولا اتعامل معاه ازاي في موقف زي كده؟ اصل في الاول وفي الاخر شايف كرتون قدامه على الشاشه. على حسب السن بتاعه، على حسب مدى التقبل. مش هكلم طفل مثلا سنتين زي طفل مثلا ممكن عنده 14 او 15 سنه. اكيد. انما ممكن ان انا ابتدي اقول ان في امور محرمه، في امور ما تنفعش ان هي تتعمل، في حاجات حرام. ممكن اتكلم بصفه عامه الاول، مش لازم ان انا اتكلم بشيء بصفه تفصيليه مع الاطفال الصغيرين. في حاجات ربنا نهانا عنها، كل حاجه يعني كده. ده الكلام اللي هو المفروض يتقال في سن صغير. بعد كده ممكن نبتدي نتكلم بقى ايه بشكل موحد، لما يكون سنه اكبر وهو يبقى قادر يفهمني اكتر. طبعا ده بالاضافه ان احنا لازم يكون طبعا الدور بقى هنا برضه يتركز على المؤسسات الدينيه والمؤسسات التعليميه. طبعا ان يبقى في مزيد من يعني احنا دلوقتي شايفين المؤسسات التعليميه كل دورها ان انا بادي المنهج العلمي اللي مفروض عليا وخلاص. لا، انا دور برضه توعوي ودور اخلاقي. اكيد تربيه وتعليم، يعني ده جزء كبير برضه من المهام بتاعتها. حضرتك لمست نقطة مهمة جدا، إن إحنا بنتكلم على التربية قبل التعليم، فمنين إن أنا أصلا بتكلم على التربية أنا كل همي إن أنا أخلص المنهج الدراسي والمقرر عشان يبقى في امتحانات، لا، أنا لازم يبقى عندي برضو ندوات إجبارية للمدارس. لو سيبنا المدرسة بتعمل ندوة اختيارية ما بتختارش ندوات، إنما ندوات إجبارية يبقى فيها توعية، لازم كل مدرسة يبقى عندها عدد الندوات كل فترة، لأن طبعا ده مش موجود حتى الآن في المناهج. لو ينفع إن إحنا نحط جانب اخلاقي او جانب تربوي شويه نزوده على بعض المناهج، ده يعني طبعا اكيد اطالب فيه. اعتقد انه ينفع طبعاً جدا طبعا، بس المفروض المدارس ان هي تبدا تاخد الخطوه دي. ويعني طبعا الاعلام له دور مهم جدا في ان هو ينادي المدارس والجهات التعليميه ان هم يطبقوا ده فعليا على ارض الواقع. والله اكثر حد انا شايفه ان هو الاعلام حقيقه. اتكلم حضرتك حقيقه، برنامج زي بتاع حضرتك بتناقشي قضايا زي كده النهارده وبتقدري تناقشيها بسرعه
يجوا مختصين، انما بلاقي مثلا المؤسسات الاخرى زي احنا بنتكلم مؤسسات تعليميه ومؤسسات دينيه بتاخد وقت شويه لحد ما تبتدي تناقش مثل هذه، وانما الاعلام على طول. يعني انا عايز اقول لحضرتك من ساعه ما حصل كلام عن الفيلم انا شايف يعني ترى على طول صح وعلى طول اعلاميه على طول نبذ لمثل هذا طبعا. لازم يبقى في وقفه لحاجه زي كده علشان دي حاجه خطيره ما ينفعش الاطفال يتعودوا عليها. طبعا وانا بشكر حضراتكم ان انتم وقفتوا هذا الكلام، يعني لان ده طبعا حاجه من الدور التوعوي او دورنا تجاه المجتمع اللي حضرتك لازم تكون رساله اللي احنا بنقولها كرساله اعلاميه، ان انا حامله الرساله وحضراتكم حاملين الرساله اعلاميه بتأدوها على اكمل وجه. يعني والله شكرا جزيلا لحضرتك وميرسي جدا.